الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك. طيب برافو عليك. وإن أمرها التعاطف هتتقطع يا ابن المحظوظة. أنا معاكي. بص الواد سداري مقرمش مقرمش، بس احنا مش عايزين قطعته دي، عايزين أطاعته. وإن غبت عنها أقصته في ماله وفي عرضه. وإن أقسم عليها يا سلام يا فاطمة، ده أنت مذاكرة مذاكرة عيلة ما شاء الله عليك. قولي لي أنت موافقة على الشروط دي؟ أبشر أبشر. وموافقة على الجواز؟ اه زي بعض زي بعض. طب جوزك اسمه ايه؟ بتقولي لي اه زي بعض، ما انتش حافظه الاسم. طب بتقولي عليه بتدي له اياه؟ يخنني. يا ايه بجد؟ يغنوني. زغنوني انت زغنونه يا زغنونه؟ دايما ان شاء الله في سعاده وهنا كده باذن الله. يلا بينا نصلي على النبي سويا عليه الصلاه والسلام.